يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وألطف ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا دايما وجميعا بخير وطيبين، وأهلا بيكم بقى في حلقات يوم الخميس اللذيذ اللي مفيش أسهل منها. دايما التارجت بتاعنا يوم الخميس إن احنا نعمل أكلات مطاعم، أكلات الولاد بيحبوها، مش المطاعم اللي بنروح نقعد فيها، لأ الأكلات اللي هي بتبقى سريعة. عايز أقول لكم النهاردة محضرة لكم منيو حلو جدا هيوقفك في المطبخ، عايز أقول لك بالحادق بالحلو بالسلطة مش أكتر، بالعصير كمان مش أكتر من نص ساعة وتكوني مشطبة المطبخ وخارجة. استني حلقة لذيذة جدا، خفيفة جدا وسهلة جدا، بعد الفاصل استنونا. عايزة أقولك، هو أنا لو طول عمم افكار يوم الخميس في كل الحلقات مش هتاخر، ولو ان برضو هرجع واقول ان دايما تارجتي ان احنا نقف في المطبخ اقل وقت ممكن. عايزه اقول لك لما توقفي في المطبخ اقل وقت ممكن فانت هتعملي حاجه غير مكلفه، وعايزه اقول لك حاجه صحيه جدا جدا وحاجه لذيذه، وهتلاقي عندك كميه كمان حلوه قوي. طيب النهارده بقى محضره لكم فكره حلوه قوي لساندوتشات. عايزه اقول لك تتنفذ باي حشوه، انا النهارده هنفذها بحشوه الفراخ، هعمل النهارده الكاساديه بالفراخ. عايزه اقول لك لذيذه وخفيفه والولاد هيحبوها جدا جدا، خصوصا انها فيها جبنه سايحه. تعالوا نقول المقادير ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه محتاجه نص كيلو صدور فراخ مقطعه رفيع جدا جدا جدا، كل حاجه عندي هنا في الوصفه دي رفيعه قوي لانها حشوه. طيب محتاجه ايه بقى؟ معلقة صغيرة من البابريكا والكمون والثوم البودرة والبصل البودرة، وكمان زيت زيتون، بصل مفروم، وفلفل ألوان. وعايزة أقول لك كل مكان أكل ملون كل مكان فيه فايدة. طيب فلفل ألوان هنا عندي أصفر وأخضر وأحمر، ما عنديش أحمر وأصفر، يبقى أنا هستخدم على طول فلفل رومي أخضر وبس. محتاجة بقى جبنة موتزاريلا، جبنة تشيدر، وطبعا هقول لك إن فيكي تستخدمي الجبنة الموتزاريلا بس، وما تشتريش حتى جبنة تشيدر. وطبعا طبعا عيش التورتيه، ولو اني عايزه اقول لك ان ممكن تعمليها باي عيش عندك، صدقيني باي عيش عندك. يعني ممكن يا فيفا اعملها بعيش بلدي؟ اه. ممكن اعملها بعيش عربي اللي هو الشامي؟ اه. طيب محتاجه بقى صوص للتقديم، عباره عن ايه؟ الصوص ده بقى عارفين كده زي دب كده هيبقى معانا، عباره عن ايه؟ كاتشب، مايونيز، مستردة، خل، شويه جبنه شيدر مبشورين، شوية زيت زيتون، وطبعا نعناع فريش للتقديم. أنا حاسة إن مفيش مقادير، أنا حاسة إن إحنا عارفين هنعملها بي يعني، وإحنا مش مفيش أي تعب، مفيش أي مجهود. ليه بقى؟ أنا هحط الطاسة عندي الأول على النار، وأحط فيها زي ما اتفقنا شوية زيت زيتون. تعالوا بقى أقول لكم من خلال فقرة فكرة ومعلومة، معلومة يا جماعة مهمة جدا جدا جدا، عن الفراخ اللي هي بنسميها الفليه او البانيه اللي احنا بنشتريها. مش المفروض ابدا يا جماعه ان الفراخ اللي بنشتريها اللي هي بتكون عباره عن صدور فراخ او عباره عن الشيش طاووق ان هي تتغسل، امال يا فيفا، ولا بيتعمل لها محلول ملحي، بنستخدمها على طول. تاني، الفراخ اللي بنشتريها اللي هي بتكون متشفيه اللي ما فيهاش جلد، اللي هي بتكون ما فيهاش عظم زي البانيه او الفراخ اللي مثلا شيش طاووق هنعمل الحاجات دي، مش المفروض ان الفراخ دي يا جماعه نغسلها ابدا ولا حتى نعملها محلول ملحي. امال نعمل ايه؟ نستخدمها مباشره على النار. طيب يعني انا هعمل دلوقتي ايه؟ يعني انا بعد ما حطيت الزيت عندي وعندي هنا الفراخ هنزلها من غير اي حاجه في النار مباشرة، لازم تكون النار عندي عالية جدا وعندي الطاسة سخنة جدا. بس كده وهقلبها. انت كده ضمنتي ان انت بتاخدي حاجة صحية، مش بتساعدي على نمو اي بكتيريا في الاكل بتاعك. الطاسه سخنه تقتلك اي حاجه ربما تكون لا قدر الله موجوده فيها. الطاسه بتاعتي واسعه، ومهم جدا هي تكون واسعه علشان ابدا الفراخ عندي ما تنزلش الميه بتاعتها. طب هيحصل ايه لو نزلت الميه بتاعتها؟ هيحصل انها هتفقد طعمها وهتشد معايا. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اروح مقلباها تقليبه كده اهو، واتاكد ان خلاص
السطح بتاعها كلها اخد درجة الحرارة اللي انا عايزة اديها لها، ابدأ بقى اتبل عندي. طبعا نص صدور فراخ متقطع بالشكل ده، وعليه عندي هنا البصل وعليه فلفل الوان، يديكي كمية حلوة. غير ان الكاسة دي مش بتبقى عايزة حشوة عالية، لأ، هي حلاوتها ان هي الحشوة تكون فيها فلات كده، وبعدين بنغطيها تاني بعيش التورتية. طيب زي ما قلتلكم ان بجد تتعمل بأي حشوة، ولو عندك صدر فراخ مسلوق هينفع معي. هعمل ازاي؟ هقطعه قطع رفيعة وهشتغل برضو بيه على طول كده، وهتبله وهكمل شغل على طول، يعني مش لازم يكون عندنا حتى الفراخ فريش. طيب هجيب بقى البهارات بتاعتي، ويلا بعد ما خلاص عندي لونها اتغير تماما هحط بقى ايه البهارات بتاعتي، الثوم البودرة والبصل البودرة اهو، وعندي هنا رشة الكمون البسيطة. طبعا يا جماعة الاكلة دي مكسيكية، وعندي البابريكا، واخيرا الفلفل الاسود والملح، وهقلب كل ده. وتنفع على فكرة بلحمة مفرومة، تنفع بمشروم، ماشي، تنفع بحاجات كتير جدا. الحشوة بتاعتي انا ممكن اعملها زي ما انا عايزها، وزي ما بقولكم انا ممكن اتعامل العيش التورتية ده، لو مش عايزة تجيبيه هاتي صدقيني عيش اللي هو الشامي واستخدميه، هيديكي برضو نتيجة حلوة جدا، بستخدمه في احيان كتير قوي. طيب بعد ما عندي هنا الفراخ استوت هعمل ايه؟ هروح منزلة، الله وريحتها طلعت، بصل ومقلبة، البصل طبعا يدبل معايا شوية، انا مش بطبخ فما بصفرش البصل، ما بحمرش البصل، لا ممكن زي ما بقولكم استخدم مشروم كمان مع الفراخ، يعني لو عايزة تعلي من القيمة الغذائية، لو عايزة تكتري الكمية حطي مشروم مع الفراخ برضو بتبقى حلوة قوي. واحط بقى ايه عندي؟ كل الفلفل الالوان، الم حاجتي كده كلها بقى وارتب الدنيا، علشان اللي جاي انا هحشي بس ايه عندي هنا العيش وهسويه، مفيش اسهل من كده، ما اخدش معايا وقت خالص خالص اهو. بصي بقى هتجيبي طاسة غير لاصقة، هسيب بقى ده كده يستوي شوية، هجيب طاسة غير لاصقة علشان هشتغل فيها. ارتب بس الدنيا هنا عندي واشيل اي حاجة. بصي انا هستخدم دي اللي هي بتاعت الكريب، بس على فكرة اي طاسة تنفع معايا، مهم جدا تكون غير لاصقة، غير لاصقة، لو صينية اي حاجة على شكل ايه، طبعا على شكل دورية. طيب عندي هنا عيش التورتية بتاعي اهو، خلاص، وقلتلك اقدر استخدم العيش الشامي وبرضه هتطلع تحفة. ما بقسمش العيش الشامي، لو هتستخدمي العيش الشامي ما بقسمهوش، لا الرغيف بحاله الرغيف بحاله، بستخدمه مكان شريحة واحدة من عيش التورتية. ريحة الفراخ حلوة قوي، حلوة قوي قوي قوي، اديها تقليبة كمان، ما بحطلهاش ازيد خلاص من كده، بس على فكرة انا لازم اسويها كويس جدا، خلوا بالكم لازم اسوي الفراخ كويس قوي، واسوي يعني كل الحشو عندي كويس قوي، لان انا عندي هنا ايه بقى، خلاص انا كل اللي محتاجاه ان انا هسيح الجبنة وهعملها، وهدي لي العيش التورتية عندي او التورتيلا طبقة من ايه القرمشة البسيطة بس كده. طيب هعمل ايه؟ تعالوا نجيب دي كده هنا ونحط ده هنا، واروح حاطة يلا شوية زيت، واوزعهم بالفرشة كده كأني بعمل كريب، ولازم عندي هنا دي تسخن كويس قوي، واروح عامله ايه، حاطه العيش التورتيه بتاعي
عندي بقى هنا ميكس الجبن. نركز كده بقى، هاخد عندي هنا من الحشوة الخطيرة اللي أنا عاملاها، زي ما قلت لكم بتكون فيلات، وزعي أهو بتكون فيلات معايا، طبعا بتتقطع بعد كده مثلثات أهو. ما يفضلش الحشو خالص تكون عالية، تقول لكم مرتفعة متبقاش عالية. خلاص أهي بوزعها تماما. عايزة أقول لكم هي مش هتكلفنا حاجة، بس لو أكلناها بره لا بقت لا غالية، مش عارف، ما إن هي ما فيهاش تكلفة كبيرة خالص. نص كيلو صدور عمل لي حبة حلوين جدا بالإضافات. هعمل إيه بقى؟ الجبنة عندي، هقول تاني لازم تكون بدرجة حرارة إيه؟ المطبخ، ما ينفعش أطلعها من الفريزر أشتغل بيها على طول، مهم جدا تكون بدرجة حرارة المطبخ. وعندي هنا الطاسة سخنة، رشة بقى زي ما انت عايزة اهو، هحط كده في الجوانب. ليه بقى؟ علشان تمسكلي الاطراف لما اجي احط حواليها، لما اجي احط عليها الرغيف التاني، رغيف التورتية التاني، عيش التورتية التاني، فتمسك هالي وهقلبها. طبعا طبعا كمية الجبنة اختياري، في ناس تحبها كتير، في ناس تحب الاتنين مع بعض، لا احنا مش هنحط الاتنين يا فيفا، ينفع حاجة واحدة؟ طبعا ينفع حاجة واحدة. وناخد بقى ونحط ده كده وندوس اهو. الجبنة هتسيح طبعا، اشيلها بسرعة عشان هتعلم فيه. عندي هنا البوتاجيز بس كده، وافرد وادوس اهو، وبقلبها بقى على طبق لسه طبعا ما اخدتش لون معايا اهو، هقلبها ايه على طبق، بعمل كده واسيبها. ايه رايكم؟ لحد ما تاخد لون واجي اقلبها على الناحيه التانيه. نروح لفاصل صغير ونرجع بسرعه، استنونا. هذا البرنامج برعايه طيب امتى ببدا اقلب؟ بصي اول ما نعمل كده نلاقي لسه اهو، نلاقي لسه ايه؟ الجبن مسحتش، مقلبش دلوقتي، مقلبش دلوقتي، لازم تبدا تسيح. واجي اشيل الاقي ايه؟ الاقي ان في العيش مسك في بعضه، مهم جدا مقلبش قبل ما اعمل اشوف الخطوه دي ان هو الجبنه ساحت وبدات ايه تمسك في بعضها. طيب تعالوا لحد ما نقلب الرغيف نعمل الصوص بتاعنا. في صوص كده خطير بيتقدم مع الكسادية، عبارة عن حاجات موجودة عندنا في البيت اللي هي ايه؟ كاتشب، مايونيز، مستردة، شوية خل، لو عندك شوية شيدر هنبشرهم. خلاص مقادير كده تقريبية يعني براحتك، هحط ايه؟ ادي المايونيز عليه الكاتشب، وعندي هنا كمان المستردة، كل حاجة تترجي كده يا جماعة قبل ما ايه ابدأ احط. حاضر تمام. وهحط بقى بعد كده شوية ايه جبنة شيدر مبشورة، واحط طبعا الخل زي ما اتفقنا. بس كده اتفرجي على الحلاوة، قلب كويس جدا، واحط شوية زيت زيتون كمان. وعلى فكرة ممكن تحطي رشة فلفل اسود بسيطة ورشة بابريكا بسيطة. ناخد
خدي حبه كمان، مش بسيطه قوي كده يعني. واقلب. على فكره ممكن احط زبادي معاهم. الصوص ده بقى خطير يا جماعه، هيعجبكم جدا 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 لما تاكلوه مع الكاساديه بتاعتنا النهارده. تمام اهو، بصوا انا هنا اقدر اقول لكم ان انا هقدر اقلب دلوقتي. اتفرجوا معايا، باجي اشيل، شايفين ايه اللي حصل؟ اهو اهو كده اقلب بقى. يلا بينا نقلب. هنقلب ازاي؟ طبق كده ونروح جايبينها كده. اخدت لون خطير، هو ده اللون اللي انا عايزاه. هعمل ايه؟ هحط هنا شويه زيت زيتون تاني. ماشي، تعالوا شوفوا لونها عامل ازاي اهو. هحط هنا شويه زيت زيتون تاني، بس كده طلع كتير، ثانيه واحده. احنا عايزين مسحه بس كده، وبعدين هروح حطاها. بصوا لونها عامل ازاي يا جماعه، خطير. هروح حطها تاني من الناحيه الثانيه وسايباها بس تاخد لون. الطبق ده عندي هنا، ده ثروه، ده اللي بقلب عليه. طيب تعالوا بقى نجيب طبق حلو علشان نقدم فيه. احنا هنقدم على البلانشا، خلاص يبقى ده كده معايا. طيب تعالوا اقول لكم بقى على سلطه حلوه قوي قوي هعملها جنب الكاساديه. عايزه اقول لك مناسبه جدا، اولا سلطه صيف، انتوا عارفين انا يعني في الصيف احب سلطه يوميا، ادي افكار لسلطه، لان فعلا ولادنا واحنا بيبقى دايما عندنا احنا مش عايزين ناكل، احنا لا مش متقبلين احنا ناكل حاجه تقيله، احنا عايزين حاجه خفيفه. مفيش احلى من السلطات، مفيش احلى ولا اجمل من سلطات في الصيف. انت بتبقي ضامنه ان الولاد اكلوا خضار بس مش متسبك، هو خضار برضو وقيمه غذائيه عاليه، واخدوا كل الفائده اللي هم عايزينها بس من غير الشكل التقليدي اللي احنا واخدين عليه، فهم اكلوا. طيب تعالي نشوف السلطه اللي هنعملها النهارده عباره عن ايه وقد ايه لذيذه. هنعمل النهارده سلطه كرنب، واحلى من سلطات الكرنب. طيب عباره عن ايه؟ كرنب احمر، كرنب ابيض زي ما احنا عايزين، كزبره مفرومه، فلفل حار حلقات، طبعا ممكن نشيله لو الولاد مش عايزين. هحتاج كمان نعناع فريش، والدريسنج بتاعي بقى عباره عن ايه؟ الدريسنج بتاعي عباره عن كوبايه زبادي، خل ابيض، بشر ليمون، عصير ليمون، ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود. نقول تاني عباره عن ايه؟ يلا بينا. عايزه بقى تتقطع. عباره عن كوبايه زبادي كبيره، خل ابيض، عسل ابيض، وبشر ليمون وعصير ليمون وثوم مفروم. خلاص هتعجبكم جدا، بس انا عايزه هنا مشغوله بالكاساديه بتاعتي عشان انا خرجت ايه واحد، عايزه اقطعه قدامكم واوريكم جميله اهو. وهنعمل واحد تاني، يلا بينا اهو. نعمل ايه؟ ممكن نرش رشه جبنه في الاول كده زي البيتزا اهي، تمسك معايا ولو انها مش محتاجه، واحط الحشوه بتاعتي اللي احنا اتفقنا اي حشوه عندنا اهي، واوزع كده. وخلي بالي ان انا هدوس عليها دوسه، فعلشان لما توصل الاطراف هعملها كده في النص، لما بدوس عليها دوسه بتوصل للاطراف ما كترش. وبعدين اروح حاطه تاني الجبن بتاعتي اهي، لذيذه وخفيفه وطعمه. يلا نغطي تاني. واعمل ايه بقى لما اغطي؟ اعمل كده، اعمل كده كده بقى انا بفرد الحشوه تماما وبخليها فليت. طيب تعالوا نشوف اللي طلعت معايا دي ونقطعها. انتوا عارفين بقى ان انا بحب اقطع قوي بمخرطه الملوخيه. ليه بقى؟ هي النازله ما بتهدرش معايا اهي. يلا، هي بتتقدم يا جماعة مثلثات، بعد ما نعملها دواية بتتقدم مثلثات. الله الله تحفة. بصوا بقى الجبنة بقى خطير. ربع هنا في الكنتر، بصوا عاملة ازاي، والجبن خطيرة اهي.
واخده اللون من الناحيتين، مفيش احلى من كده. هقدمها بقى هنا خلاص كده، هروح مرصصاها هنا. انا هقطع هنا واقدم هنا. بس كده تعالوا نشوف التانية ونعمل السلطة لسه. طب يلا نعمل السلطة اللي مفيش اسهل منها. انا هقلب كل ده على بعضه وهعمل لها دريسنج، تهيالي مفيش اسهل من كده. يلا بينا. حتى سلطة على فكرة مكوناتها مش كتير بس هي مغذية جدا. الكرنب ده يا جماعة من الحاجات اللي حلوة قوي. بصوا انا بسمع كتير عنه ان هو بينفخ المعدة، انا بالنسبة لي بصراحة رائع. لا الكرنب اللي احنا بنعمل بيه السلطه الكولسلو خطير، ما بحسش بكده خالص. وكمان هنروح حاطين عليه بصل. عندي هنا الهيرو في الوصفه دي، كمان الكزبره الخضراء، وهحط الفلفل. وتعالوا بقى نعمل الدريسنج بتاعنا. يلا ادي عندي الزبادي، هحط عليه الليمون، هحط عليه بشر الليمون، وكمان هحط عليه النعناع الفريش الخطير بتاعي. الله ايه الريحة الحلوة دي، ايه الريحة دي يا جماعة. الدريسنج ده هو اللي بياخد السلطة ويحليها، اتوصوا بيه. اقلب بقى كويس جدا كل اللي عندي، وكمان احط طبعا رشة فلفل اسود وملح اهي، بس كده كفاية. وشوية ايه خل، واروح جايبة بقى ده كله حطاه هنا. ريحة حلوة قوي. الكزبرة على فكرة مع الكرنب من الحاجات الماكس حلوة جدا، وبتليق مع بعض وبتليق على بعض. هو في حاجات تليق وفي حاجات ما تليقش، في حاجات تليق كده وفي حاجات لا ما ينفعش تتحط مع بعضها. يلا نقلب ونقدم. انا بس كده ايه اشيل كل ده بس كده. ده في البيت بروق الاول. يلا بقى نقلب. عندنا هنا السلطة عبارة عن ايه، كرنب وبصل وفلفل وكزبرة، حاجه كده مناسبه جدا مع الطبق البسيط. يعني احنا عملنا الطبق الاساسي بسيط، معقوله هنيجي في السلطه ونعمل حاجه تقيله او حاجه هنقعد فيها كتير؟ لا خالص. حتى التقطيعات بسيطه جدا، عشان عارفه في ناس بتشيل هم التقطيعات. التقطيعات كمان بسيطه قوي اهي. وهقدم ايه على طول السلطه وننزل بقى بالحلو. عندي النهارده طبق حلو يا جماعه، هو ترند وما ينفعش افوته لانه هو بصراحه اختراع، اختراع مدمر. اختراع مدمر بس حلو قوي. يعني الحاجات اللي هي بتبقى شويه حاسين ان هي لا اوفر دوز سعرات حراريه، حلوه ان احنا نجربها. يعني عارفين لو ما حرمناش حاجه، ما حرمناش نفسنا من حاجه، بس مش حلوه ان احنا نجربها طول الوقت. مش عجبتنا بقى فايه كل يوم بالليل اضرب لك يا معلم ايه قنبله، لا. بس كده انا قلبت السلطه تماما، تعالوا نقدمها في الطبق بتاعها. اهي يلا بينا. بس كده سلطه، ايه الحلاوه دي، ايه البساطه دي. طبعا انتوا عارفين السلطه احب استخدم لها البصل الاحمر. ليه؟ علشان البصل الاحمر بيبقى مسكر اكتر وبيديني طعم احلى وما بيكونش حامي، ما بيكونش حامي. الطبق بتاعي فين اللي كنت بقلب بيه؟ ما بيكونش حامي. لا هروح احط نعناع هنا، وعندي هنا السلطه خلاص خلصت. تعالوا نقدمها. ريحتها تجنن على فكره، ريحتها حلوه قوي. يلا نقلب الطبق بتاعنا اهو
كده. الله، هو ده اللون يا جماعة اللي أنا عايزاه، لازم يكون لونها كده علشان تبقى طعمها كمان حلو والجبن سايحة. طيب ايه رأيكم؟ انا كده خلصت السلطة، خلوا بالكم، وكمان عملت واحد كسادية وبعمل التاني ومش هعمل اكتر من كده. نروح فاصل صغير اروق الدنيا ونرجع نعمل الحلو ونعمل العصير اللي بيرطب على قلبنا. استنونا. انا دلوقتي عملت ايه؟ اتنين بس. بصوا الاتنين ادوني كمية حلوة جدا. عايزة اقول لكم انا معتقدة ان يعني لو حد اكل رغيف بحاله ده يبقى ايه يعني استاذ، لان فعلا فعلا هي حلوة جدا ومشبعة جدا ولذيذة قوي مع سلطة كمان، سلطة لايقة عليها قوي على فكرة، ملونة وتجنن وهتعجب الولاد جدا. طيب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ زي ما اتفقنا هنعمل الحلو. انا شايف في حاجة وقع بس مش عارفة اجيبها فين. احنا هنعمل بقى الله، مرصوصة راسة خطيرة، وكمان حطيت جنبها الصوص الخطير ده. بقى نحط ايه كمان على الساندويتش كده واحنا بناكل، او المثلث بتاعنا واحنا بناكل، هيعجبكم قوي. طب يلا بقى نشوف الترند ده بقى ايه عبارة عن ايه. وزي ما بقول لكم هو قنبله، فليه احنا نخلي بالنا كده واحنا بنجربه، ونجربه مره واحده ماشي. طيب هعمل ايه يا جماعه؟ هعمل كرواسون. عارفين الكرواسون اللي محشي شوكولاته؟ اي حاجه انا عايزاه ماشي. سامحني يا رب على اللي هعمله فيكوا وفيا. تمام. الكرواسون ده بقى هعمله ايه؟ هجيبه زي ما انتم شايفين كده. طيب هروح بكارميلو، ما هو ناقص، هنكرمله بايه؟ بشويه زبده وسكر. اتفقنا؟ اتفقنا. وبعدين نروح حاطين عليه ايه بقى؟ نروح حاطين عليه ايس كريم وشويه صوصات. قلت لكم ان هو قنبله ويستحق التجربه، بجد يستحق التجربه وبشده. كرواسون مكرمل بالايس كريم، هنجيب اي كرواسون محشي شوكولاته لاي من يعني لاي حد يعني اي اسم. مكعبات زبده، معلقتين كبار سكر، وللتقديم ايس كريم فانيليا وصوص كراميل وصوص شوكولاته. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الاجرام ده. هجيب دول، وعندي هنا ده ايه، هروح عامله كده. بقول لكم حاجه كده، اجرام مخترعه يا كوتش. الشوكولاته بدات ايه تبوظ ماشي، اهو بعمل كده بديله بس كده يعني ايه، بخليه شويه فلات. وبعدين اروح جايبه بقى الزبده بتاعتي، اروح منزلاها هنا ماشي، واروح حاطه شويه سكر. ما بقول لكم حاجه كده خطيره ومدمره، كفايه كده سكر، كفايه سكر ماشي. هروح عامله ايه بقى؟ بصوا هروح جايبه ده كده وحاطه كده، وجايبه ده كده وحاطه كده ماشي. هيتكرمل مع ايه؟ مع الزبده والسكر، هيتكرمل جدا، وممكن نفضل لحد كده وناكله كده يعني. لحد هنا دي كده طريقه، اللي جاي بقى هو اللي فيه كمان ايه بقى، حلاوه زياده، اوفر دوز حلويات، اوفر دوز كمان عندي هنا، اوفر دوز ساره. طيب لحد ما الحلو بتاعنا هيتكرمل هياخد وقت ولا يطلع معانا سريع؟ تعالوا نشوف. عايز اقول لكم ممكن، الله الله، ما اخدش وقت ليه؟ لان انا مسخنه الطاسه. بصوا بقى اخد لون وكرمله. طيب عايز اقول لكم ان لو عندك كرواسون بايت هتبقى التجربه دي في خطيره، بدل ما تتحايلي عليهم ياكلوا الكرواسون، لا هم هيقولوا لك احنا عايزين اللي انت عملته لنا ده، لان فعلا فعلا يا جماعه الموضوع لذيذ لذيذ غير عاديه يعني. مش بعيد ده يبقى بعد كده شويه هيتقدم فيه كافيهات، لان هو فعلا حلو قوي وميكس لذيذ ومختلف. طيب انا كده اهو كرملته، ريحه الزبده طلعت خطير خطير وحلو في ثانيه يعني. لو عندك ايس كريم
وبعتي سوبر ماركت جبتي كرواسون اللي هو انت عارفه اللي هو محشي شوكولاته باظت خالص، هتجيبيه ماشي وهتروحي عامله الحركه دي، وعندك ممكن تاكليه كده بقى شويه صوص شوكولاته، عندك ايس كريم اللي موجود عندنا دلوقتي كلنا لان الصيف يعني ايس كريم حاجه اختراع اختراع اختراع. طيب انا كده خلصت، بس انا عايزه احطه في الاخر خالص الايس كريم واقدمه في الاخر خالص لان اللي حطيته حطيت الايس كريم هيسيح، فانا عايزه اعمله في الاخر. طيب تعالوا نعمل موخيتو. هعمل موخيتو ايه؟ هعمل موخيتو نعناع. ابعده كده عشان ما يتحرقش. هعمل موخيتو نعناع، لا هعمل موخيتو مانجا بطبعا النعناع. طيب تعالوا نشوف هنعمل ازاي الموخيتو بتاعنا ده. هحتاج يا جماعه كوبايه ونص مانجا، تمام، مكعبات طبعا صغننه، وهحتاج طبعا مياه غازيه اللي هي الشفافه، هحتاج ليمون شرايح، نعناع فريش، وكمان نعناع سيرب. تاني يلا بينا موخيتو المانجا. طيب عباره عن ايه موخيتو ده يا جماعه؟ من ألذ الحاجات السريعه جدا 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 اللي بتتعمل على اي نوع فاكهه، بس شرط ان احنا نديلها كده رشه سكر علشان ايه؟ مع النعناع مع الحاجات دي علشان تدينا نتيجه حلوه. طيب كل اللي هحتاجه كوبايه ونص مانجا مكعبات، مياه غازيه طبعا تكون البيضه اللي هي شفافه، ليمون شرايح، نعناع فريش، ونعناع سيرب. طيب هتعملي ايه بقى يا فيفا؟ هروح جايبه عندي الكوبايات هنا وهروح حاطه عندي المانجا بالشكل ده ماشي اهو. ريحه يا جماعه كرمله ال الكرواسون مريبه، حلوه حلوه حلاوه، لا ده كده كتير قوي، انا سرحت وانا بكلمكم، حلوه حلاوه غير عاديه بجد تحفه. يعني عايزه اقول لكم لما بجرب حاجات كتير ترند بحس ان هي ايه ده ليه ترند، لا مش مستاهله، لا ده يستاهل، انا بقول لكم ده يستاهل. بصوا هرش رشه سكر بسيطه قوي ماشي، وهنا بقى هروح عامله ايه، حاطه النعناع بتاعي الفريش اهو، وكمان ليمونتين ثلاثه. بصي بقى واروح جايبه ظهر حاجه كده اقدر، ظهر حاجه كده اقدر اعمل ايه، اقدر اعمل كده كله اللي هو اهرس، مش هفرم ما بضربش في كبه، انا بهرس بس كده. النعناع مع السكر مع مين؟ مع الليمون كده كده كده. السكر طبعا هيساعد عندي ان هنا الليمون والنعناع والمانجا ينزلوا ايه شويه عسل بتاعهم اهو. ما بستخدمش ايه يا جماعه؟ لا بستخدم لا هاند بلندر ولا اي حاجه، هي ظهر حاجه كده حلوه تساعدني في الحركه دي. كل ما كانت اكبر، في واحده هنا اكبر، تعالوا اه والله حلوه دي طبعا تكون نظيفه جدا. ها اهي حاجات من المطبخ تهرس كده معايا، تهرس بس لا هضرب ولا اي حاجه. طب بجد بجد ايه رايكم؟ مش حلقه كده لذيذه وخفيفه وفيها افكار حلوه وكلها سريعه؟ يعني انا ابتديت معاكم وهو عملت كل حاجه. يلا ده كمان انا هربط الحاجات دي تحت ازاي؟ ما انا هحط الميه، معلش يا فيفا ما هي هتفور معايا فوق، المياه الغازيه يعني هربطها ازاي؟ هقول لك حالا تربطيها ازاي. هنحط ايه تاني؟ هنحط كده ليمونتين تاني كده هنا، ويحط نعناع تاني اهو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ احط على ده تلج، مهم جدا الاول قبل ما احط ايه المياه الغازيه بتاعتنا. فهتمسك لي بقى اللي تحت ده كله لحد ما انا ابتدي اشرب. تعالوا بقى نحط شويه ايه سيرب كده نعناع، طبعا ده اختياري، موجود اوكي مش موجود عادي جدا. ويلا بقى نسمع وصوت الانتعاش، اتفرجوا على الحلاوه. خطير ولا مش خطير؟ يلا تاني بس كده
طبعا الفوران الزياده ده عشان السكر، عشان كده مهم جدا ان احنا نحط له ايه سكر. بس كده خلصنا هنا كمان المخيتو المانجا بتاعنا. تعالوا بقى نقدم اللي انا سايباه كده في الاخر، علشان عندي هنا الايه الايس كريم ما يسحش. يلا حطيته كارميل خطير. تعالوا كده نشيل كل الحاجات دي علشان لما نيجي نقدم ما نلاقيش الدنيا عندنا هنا زحمه. مهم حاجه تبان بقى. حاضر اهو اشيل ايه عايزين ايه. ماشي حاضر. طيب يلا بقى نجيب الايس كريم بتاعنا. عايزه اقول لك ايس كريم شوكولاته، ايس بصي يعني لازم يبقى متكرمل كده، ايس كريم شوكولاته، ايس كريم فانيليا، ولا ما هتفرق معانا الاسماء كله هيتاكل. نحط واحده كده حلوه. بصوا بقى ليه انا حطيته في الاخر قبل ما اختم، لانه هيسيح، ان ده هعمل كده لازم يتاكل هوا. بص انا لسه سامعه صوت الفوران بتاع المخيتو. ايه الاجرام ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اوفر دوز حلاوه غير عاديه. طيب عندك بقى اي صوص حطي، صوص شوكولاته، صوص كراميل، صوص مانجا اهو. هيالي يعني الولاد لو شافوا حاجه زي كده انت عاملاها ليهم هينبهروا. انزل بقى استنوا دبلوا. يلا ادي شويه صوص شوكولاته كمان. مبسوطين مني؟ طبعا دي احنا هنجربها مره واحده مش اكتر من كده، كل فين وفين بقى، عشان عارفه ان هي هتعجبكم، فيبقى كل فين وفين اما نشوف اختراعها اللي فيفا عملته. مش اختراعي يا جماعه، ده طالع ترند. ماشي ده عشان مش انا اللي ابتكرته، ده طالع ترند وانا نفذته. فيعني ايه هنشوف اللي فيفا عملته، الاختراع اللي فيفا عملته. دي كانت حلقه يوم الخميس خفيفه لذيذه، عملنا الكاساديه بالفراخ خفيفه ولذيذه وما خدتش معانا وقت وادتنا كميه حلوه قوي. ده انا كده ومخلصتش الكميه اللي انا كمان مسويها من الفراخ. عملت سلطه بسيطه جدا زي الطبق الاساسي، ما انا مش هعمل الطبق الاساسي بسيط وخفيف ولذيذ وبعدين اروح اقطع كتير قوي بقى واعمل، لا لا لا، عباره عن تقريبا الهيرو فيها اتنين مكون، الكرنب والكزبره الخضراء، بصل احمر بقى شويه فلفل الوان عايزه تحطي الدريسنج عليه عامل كبير، حاطه نعناع وحاطه ثوم وحاطه بشر ليمون وليمون وزبادي، عايزه تحطي شويه مايونيز طبعا ما يضرش. عملنا كمان موخيتو المانجا. طبعا الموسم، انتوا عارفين ان موسم المانجا ابتدى؟ يعني انا اول دي معلومه كانت بالنسبه لي جديده لانج، اللي هو احنا بقالنا قد كده بناكل مانجا بقالنا حبه حلوين، لا ده موسم المانجا ابتدى دلوقتي. فيعني يا رب كل البيوت عمرانه، هاتوا المانجا بقى وتبسطوا بيها، ومن منها وصفات كتير حلوه يا جماعه، ومانجايه كل يوم لا بتتخن ولا بتضر ولا اي حاجه. اعملوا بقى بيها مخيتو المانجا حلو قوي قوي. وبعدين الاختراع ده. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله في حلقه جديده لذيذه من برنامجكم وبيتكم. طبعا كل يوم اكله مع فيفيان من واحده لاثنين والاعاده الرابعه صباحا. بحبكم جدا، باي باي.